السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. الصراع ما بين الدول على ترتيب أعلى 10 اقتصادات في العالم محسوم من زمان. هتلاقي في المركز الأول أمريكا اللي متربعة على العرش ده بقالها يجي 80 سنة، وفي المركز الثاني هتلاقي الصين اللي متوقع إنها خلال 20 سنة الجايين هتعدي أمريكا، وفي المركز الثالث والرابع هتلاقي ألمانيا واليابان اللي عمالين يبدلوا مع بعض. شوية تلاقي ألمانيا في المركز الثالث، شوية تلاقي اليابان في المركز الثالث، وأول أربع مراكز دول نادرا ما بيتغيروا، في حين إن من المركز الخامس للمركز العاشر هي أكتر مراكز بيحصل فيها تغيير، سواء تغيير ما بين الدول الموجوده حاليا او انك تلاقي وجوه جديده عليهم. ولكن الظاهر كده ان اول اربع مراكز في حد فيهم هيخسر مقعده، والدوله دي بتواجه واحده من اصعب الازمات الاقتصاديه في تاريخها الحديث، ازمه ممكن ترجعها لزمن الانهيار ما بعد الحربين العالميتين. وكلامي هنا عن المانيا. في 24 فبراير 2022 روسيا قررت ان هي تغزو اوكرانيا، تقوم اوروبا تسكت؟ والله الطبيعي والمنطقي ان هي ما تسكتش وتروح تدافع عن اوكرانيا ضد الغزو الروسي، ولكن الواقع بيقول غير كده خالص. اوروبا فعلا سكتت أوكرانيا المصير لا يعلمه إلا الله. ولكن السؤال هنا ليه أوروبا تخلت عن أوكرانيا؟ ليه اكتفوا بشوية تصريحات مايعة وعقوبات اقتصادية عيانة؟ أي نعم أثرت على روسيا ولكن غير كافية لصدها. وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع بالزمن لورا، وبالتحديد لسنة 1965، السنة اللي تم فيها إنشاء أول وزارة للغاز الطبيعي في الاتحاد السوفيتي، ووزارة يعني تابعة للحكومة، وفضلت على الحال ده لحد سنة 1989 لما تم تحويلها من وزارة تابعة للدولة إلى شركة تابعة للدولة برضه، شركة حكومية. فأنت تيجي دلوقتي تستغرب وتقول لي إشمعنى يعني؟ فرقت ايه شركة من وزارة؟ لا طبعا ده في فرق كبير. لو انت سمعت الحلقة اللي عملناها عن البورصة هتفهم ان ادراج الشركات في البورصة دي واحدة من اهم الخطوات في اي شركة، لان الشركة دي اول ما يتم ادراجها في البورصة هيقدروا ان هم يعرضوا بعض اسهمها للبيع، وبالتالي المستثمرين يقدروا يشتروا الاسهم دي، وفلوس الاسهم هتروح لاصحاب الشركة اللي يقدروا يستخدموها في النمو والتوسع زي ما قلنا. ايه ده؟ أيعقل الاتحاد السوفيتي معهوش فلوس؟ الاتحاد السوفيتي اللي كان في يوم من الأيام بيقارع أمريكا مش عارف يقوم شركة غاز. لا خلي بالك، احنا بنتكلم على سنة 1989، السنة اللي كان فيها الاتحاد السوفيتي على وشك الانهيار، واللي بالفعل انهار بعدها بسنتين سنة 1991. واحنا كنا عملنا سلسلة كاملة عن صعود الاتحاد السوفيتي وانهياره، ممكن تشوفهم من الآية اللي هتظهر هنا. فعلشان المسؤولين ينقذوا الغاز الروسي من الانهيار قرروا ان هم يحولوها الشركة ويدرجوها في البورصة، والأرباح اللي هتيجي من بيع الأسهم ينموا بها الشركة. وبالفعل في نفس السنة اللي الوزارة اتحولت فيه الشركة تم ادراجها في البورصة وبيع 49% من اسهمها، والحكومة فضلت ان هي تحتفظ ب 51% من الاسهم. فدلوقتي تيجي تستغرب وتقول لي ليه يعني احتفظ ب 51%؟ مش كل ما بيع اسهم كل ما تيجي ارباح اكتر؟ خلاص كنت بعت اسهم اكتر يا عم. لا ما ينفعش، لان ساعتها الملكية هتتحول للشخص اللي معاه اسهم اكتر، وكل الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل في حلقة البورصة، ضروري تروح تشوفها. واخيرا تم انشاء شركة غاز بروم، وتم توفير التمويل المناسب ليها علشان تتوسع وتزيد خطوط الانتاج وتزيد توزيع الغاز في كل انحاء روسيا. ده غير انشاء محطات لإسالة الغاز علشان يسهل نقله وبيعه للعالم كله. حرفيا شركة غاز بروم بقت من اكبر شركات الغاز على مستوى العالم. ويا عيني اوروبا واقفة من بعيد تتفرج، ما خلاص بقى روسيا كفاية غازات. النمو الصناعي والاقتصادي لروسيا في الوقت ده كان بيزيد كل يوم، وخصوصا مع انشاء الاتحاد الاوروبي اللي ساعد مجموعة من الدول الاوروبية ان هم يتربعوا على عرش الاقتصاد العالمي، وخصوصا دولة زي المانيا اللي شهدت ما يعرف بالمعجزة الاقتصادية الالمانية، وطلعت ساعتها مقولة المستحيل ليس الماني. ولكن على رغم من كل العظمة دي إلا إن ألمانيا عندها مشكلة صغيرة خالص، وهي إن كل ما يزيد النمو الاقتصادي كل ما يزيد معاه الطلب على الموارد. ما طبيعي، أنت يعني بتصنع كتير، أنت محتاج الحاجة اللي تصنع منها، ومن أهم الموارد اللي ألمانيا محتاجها هي الغاز الطبيعي. ألمانيا عندها فقر جديد في الغاز، ومين بقى على حدودنا بيمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم؟ حبيبتنا روسيا. ولكن ألمانيا عندها شوية تحفظات على استيراد الغاز من روسيا، وهي إن شركة غاز بروم هي الشركة الروسية الوحيدة اللي مسموح لها إن هي تصدر غاز برا روسيا. إيه ده؟ هو في شركات غاز تاني جوه روسيا وروسيا سايباهم كده ياخدوا من غازها؟ روسيا فيها 6 شركات للغاز الطبيعي غير شركة غاز بروم، والست شركات دول فيهم الشركات العامة اللي مملوكة من الحكومة، والشركات الخاصة اللي مملوكة لرجال أعمال أو مستثمرين. والست شركات دول مسموح لهم إن هم يتاجروا في الغاز ولكن جوه روسيا بس. يا باشا عايز توزع الغاز وزعه جوه روسيا. الشركة الوحيدة اللي مسموح لها إن هي تصدر غاز برا روسيا هي غاز بروم، اللي خاضعة وبصورة مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبصراحة كده أوروبا ما بتحبش بوتين وما بتحبش تتعامل معاه وما تثقش فيه. ولكن تعمل ايه؟ بوتين للاسف مسيطر على ربع الغاز الطبيعي على كوكب الارض، ودي معلومه مش مبالغه. احتياطي الغاز اللي في روسيا هو ربع الاحتياطي الغاز على الكره الارضيه. فلو ليك حاجه عند الكلب قول له يا سيدي. عشان كده اوروبا لمت نفسها كده وراحت لبوتين وقالت له بص يا سيدي احنا محتاجين الغاز منك واحنا جيران. فها وبالفعل في سنه 2005 تم توقيع الاتفاقيه ما بين شركه غاز بروم ومجموعه من الشركات الطاقه الالمانيه علشان يمدوا خط انابيب يربط ما بين روسيا والمانيا، والخط ده هو اللي هيمشي في الغاز. وتم تسميد الخط ده
فيما بعد نورد ستريم، وتم افتتاح الجزء الاول منه سنه 2011 والجزء الثاني سنه 2012. خط نورد ستريم ده بيطلع من مدينه فيبورغ الروسيه وينزل تحت بحر البلطيق لحد لما يوصل للسواحل الالمانيه بطول 1222 كيلومتر، وقطر الانابيب اللي بيمشي فيها الغاز حوالي متر وربع، بتكلفه انشاء وصلت ل 15 مليار دولار، 6 مليار للانابيب اللي بتعدي تحت البحر و9 مليار لمحطات الضخ اللي في روسيا ومحطات الاستقبال اللي في المانيا. والخط ده قادر ان هو ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وده بيعادل احتياط الغاز الموجود في دولة زي كوريا الجنوبية. يعني لو انت طلعت كل الغاز اللي موجود على اراضي كوريا الجنوبية هيطلع اقل من الغاز اللي بتنقله روسيا لاوروبا في سنة واحدة بس. والجدير بالذكر ان على الرغم من الكميات المهولة للغاز دي الا ان الاوروبيين ما كانوش مستكفين وكانوا عاوزين تاني. ما هي زاطت بقى، عشان كده في سنة 2012 وفي نفس السنة اللي تم فيها افتتاح نورد ستريم 1 تم توقيع اتفاق بناء نورد ستريم 2، وتم التأكيد على العقد ده تاني سنة 2015 بسبب شوية مشاكل حصلت وهي احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم. وبدأ العمل على الخط ده في سنة 2018 وتم الانتهاء منه في شهر سبتمبر 2021. وخط نورد ستريم 2 هو توأم لنورد ستريم 1، حتى كمية الغاز اللي بينقلها سنويا هي بالظبط 55 مليار متر مكعب. وبكده حصيلة الغاز الروسي اللي بيخش أوروبا هي 110 مليار متر مكعب سنويا. ويا اخوانا ده رقم مهول، ده احتياطي دول ده. ولكن في 24 فبراير 2022 وقبل ما يتم الموافقة على افتتاح الخط، روسيا تقرر ان هي تغزو اوكرانيا عشان يتم ايقاف خط نورد ستريم من قبل ما يبتدي اصلا، مع العلم ان المانيا كانت محتاجاه، ولكن هي قالت انا هكتفي بنورد ستريم 1 علشان يفاجئهم بوتين في 2 سبتمبر 2022 بايقاف خط نورد ستريم 1. وبكده رسميا اوروبا والمانيا اتحرموا من الغاز الروسي. ولو انت فاكر ان انقطاع الغاز الروسي عن المانيا ده شيء سهل، فانا حابب اصحح لك المعلومه دي واقول لك ان دي كارثه مدويه على الشعب الالماني. المانيا في سنه 2017 وصل اعتمادها على الغاز الروسي ل 75%، يعني 3 ارباع الغاز اللي المانيا كانت بتستخدمه كله جاي من روسيا. وبعد ايقاف خط نورد ستريم 1 المانيا هتضطر ان هي تعيش على تلت المعدل الطبيعي للغاز فيها، سواء في توليد الكهرباء او في التدفئه او في تشغيل المصانع. وحوار المصانع ده حكايته حكايه، لان قطع الغاز معناه ان المصانع اللي بتعتمد على الغاز او على الطاقه الناتجه عن الغاز هتتوقف كلها، ومش هيكون قدامهم غير حلين اتنين. الحل الاول ان هم يقفلوا مصانعهم ويقعدوا جنبيها ما يعملوش اي حاجه، والحل الثاني ان هم ينقلوا المصانع دي كلها لبرا المانيا. وفي الحالتين المانيا خسرانه بسبب ان المانيا دوله صناعيه شرسه، الصناعه بتمثل نسبه كبيره جدا من اقتصادها، وخساره المصانع دي معناها انهيار اقتصادها، ويا ريتها ترسى على خساره مركزها الرابع عالميا، ده انت ممكن ما تلاقيهاش في المركز ال30. يعني خلاص كده مفيش حل، المانيا انتهت والمستحيل طلع الماني. هو بصراحه في حل، ولكنه حل مؤقت جدا، وحل ما ينفعش غير على المدى القريب بس، لا يصلح الاعتماد عليه للمدى البعيد، ولا يعوض الغاز الروسي ابدا، وهو ان المانيا تشوف دوله ثانيه تجيب منها غاز. ايه ده، الموضوع طلع بسيط كده، امال ليه حوار مهمه صعبه ومهمه مستحيله ومفيش حاجه تعوض الغاز الروسي؟ لا استنى، عندك انت فاكر ان المانيا لما تجيب غاز من دوله تاني هتجيبه بنفس السعر اللي كانت بتجيبه من روسيا؟ المانيا علشان تجيب غاز من روسيا هي كانت بتفتح المحبس، حرفيا بتفتح محبس الغاز وتعبي خزانتها وتقفل المحبس تاني. ولكن المانيا علشان تجيب غاز من دوله تاني، فاولا الدوله التاني دي لازم تعمل عمليه ازاله للغاز، وبعد كده تعبيه في سفن النقل العملاقه وتشحنه على المانيا، والمانيا تستلمه زي الشطره وهو مسال، بعد كده توديه على محطات الاساله تاني عشان تحوله من الصوره السائله للصوره الغازيه عشان تقدر تدخل باقي المانيا. وعمليه تحويل الغاز الطبيعي من غاز لسائل او العكس دي عمليه مكلفه ومرهقه جدا، وبتتطلب مصالح اساله غاليه جدا ومش عند المانيا اصلا. وحليني عبال ما تبني بقى مصانع اساله غاز وتشوف دوله عندها فائض من الغاز عشان تسيله لك وتبعته لك، الامر اللي ممكن ياخد شهور وسنين، ولكن هو ده الحل الوحيد المتاح لالمانيا، وكمان حل غير مناسب على الاطلاق، لانه هيضرب سعر الغاز في 2 وفي 3، وبعد ما كنت بتجيب الغاز بثلاث تعريفه من روسيا ممكن تجيبه باسعار فلكيه من اي دوله تانية. ولكن مفيش حلول تانية، هتعيشوا من غير غاز؟ يعني الشركات الغير المانيه تطلع من المانيا ونعديها، ولكن الشركات الالمانيه تطلع من بلدها تخون بلدها؟ يا ابني الراسماليه ملهاش عزيز ولا صاحب، الراسماليه اهم حاجه عنديها ان الارباح تستمر في الزياده، يعني مش بس الارباح تستمر، لا تستمر في الزياده، ما بالك لو اكتشفوا ان الارباح دي توقفت عن الزياده وبتقل واحيانا هتتحول لخسائر. ده مش بس يبيعوا المانيا، ده يبيعوا ابو المانيا ويبيعوا ابوهم، انها الراسماليه. ده غير ان خروج المصانع هيعمل كارثه تاني خالص، وهو ان ملايين العمال اللي شغالين في المصانع دي هيتسرحوا، وهتلاقي قدامك ملايين العاطلين عن العمل، ودي اخطر كارثه ممكن تواجه اي حكومه، هي الارتفاع المهول في نسبه البطاله، وخصوصا لو كانت الدوله دي زي المانيا اللي نسبه البطاله عندهم في العادي بتكون 2 و3%، ويوم ما في كورونا رفعت ل 6% الشعب يعني كان هيموت نفسه. وادي الشتاء جاي على المانيا، والشتاء الالماني ما بيهزرش، الشعب الالماني بيعتبر ان الدنيا ربيع والجو بديع لما تكون درجه الحراره فوق الصفر. يعني في الشتاء الشعب الالماني بيقول اهم حاجه عندي ان انا اتدفى، يكش تولع المصانع. فالمصانع اللي كان عندها تهديد
تهديد غاز في الصيف لما كان الغاز متوافر، شوف هتعمل ايه في الشتاء اللي هو مش هيكون فيه غاز ليها اصلا. انا حقيقي مستني اشوف المانيا هتتصرف ازاي في المواقف اللي زي دي، لان المانيا ياما عدت عليها ازمات وتخطتها. وما ننساش ابدا الازمه اللي عدت عليها بعد الحرب العالميه الثانيه لما المانيا اتساوت بالارض ولكن نهضت ثاني وبقت رابع اقوى اقتصاد في العالم. فلو انت كمان مستني تشوف المانيا هتعمل ايه، يا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك، ولو عندك اي سؤال تكتبه لي تحت في التعليقات، ولو عجبتك الحلقه دي تشيرها مع اصحابك، وشكرا.